إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ووهبه العلم والفهم وامتن عليه بأن علمه ما لم يكن يعلم ونفى التسوية بين من علم وبين من لم يعلم. سبحانه رفع درجات أهل العلم وجعل خشيته في من علم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فإنه من دواعي السرور وبواعث الفرح أن نجتمع اليوم بحول الله جل وعلا مع كوكبة من العلماء ونخبة من الدعاة وطلبة العلم والأساتذة في هذا البيت العظيم لنتعرف على قضية هامة من قضايا ديننا الحنيف، وهي قضية أيضا تلتصق بمجتمع حياتنا الذي هو موضوع الطلاق وآثاره والحلول. وهذا الموضوع كما لا يخفى على شرف علم الحضور هو في غاية الأهمية، إذ يتعلق بذات الإنسان وكينونيته وأصله ونشئه. ولا يخفى علينا أيضا أن موضوع الطلاق من الموضوعات الشاقة الذي يبحث في الفقه الإسلامي، وإننا في هذا العام المبارك اتفق العلماء ومنظموا هذه الندوة أو الملتقى أن يكون موضوع الذي سنتعرف عليه في اجتماعنا هذا هو الطلاق، وسينحصر الحديث عن الطلاق في مجتمع تملي أو مجتمع شمال غانا، لكي نتعرف على أهم وأبرز الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق في مجتمعنا، ونتعرف كذلك على الطرق الممكنة للحد والتقليل من آثار الطلاق السيئة. وإننا بحول الله جل وعز بعد أن حمدنا الله على هذه الفرصة نستغل هذه الفرصة للترحيب بالحضور الكرام، فأصالة عن نفسي ونيابة عن منظم ونيابة عن منظمي الملتقى أقول للجميع سلام الله تعالى وبركاته عليكم. وإننا بحول الله الملتقى لهذا العام سيكون عبارة عن يومين، وسنستمع من خلال هذين اليومين إلى ملخص ومختصرات من مشايخنا الكرام حول الموضوعات التي سيتحدثون حولها. وإنني في هذا الموقف نريد أن نضع معالم عامة حول هذا اللقاء. اليوم اللي هو اليوم الأول لهذا الملتقى سيدير هذه الجلسة الأولى
فضيلة الشيخ الوالدة الشيخ طاهر عبد الله، والذي سيكون رئيسا للجلسة بحول الله جل وعلا. وبدون أن نرجع إليه ونطلب من موافقته إذ هو قد وافق، سأقوم نيابة عنه بإدارة جلسات ومحاور هذا الاجتماع. وبعد أن ذي بدا سندعو الأخ الطالب أرميا ليأتي ليفتتح هذه الجلسة بآية من القرآن الكريم، فإن كان موجود فليتقدم إلى المنصة مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. جزا الله القارئ خير الجزاء. نعود تسرو لمن أعلم تكتر تزن لا تدع الفنم زاني ني تبشلي جيوانا جيوا يونوانا طهر ليماي كا دبان بيتملي أفنما نقرن بهن الدعاة كا بالله ينجني يونوانا قلني يون لا دمنا ونتلنا ويكو كوني جين وما تتبو درالن جيني تجنت تلواني كردائه أنفان نقم كا بنيا كمن دم البكاتا نلالا تتبو جيما دي كتو جين يون بوي يون قلني تو أما يون ينونا شير جيني يون وما تبعن دمنا ونتلنا بني أفقنبا دعات براغهم تبا لعن تبا نيا بزنب قوني يون وما موضوع شلبي ينفي قال لموضوع ما قصكم نمال دبكاتا تيتيرا يون ما تيجيا تموضوع نتطبق دران يلا دراجان دلا ننبيني أفنم سونسوني أفنم يطع ديان دول سوشالي كبه فتاوى كا غانتبو كركدني كانن بانيني بي بسونسوني بوازوشي دبه باني بتفسيري نانبوني كردان انفان پم يون وما افن مان العم انزان بزوري انبعل تبا كانيا كماني الطلاق دايفوس بمعنى باع من دو بعلا كان نار شم دمبو وما دبسو عكاكة تيلو كان للي وما ديم مباشم تجني البوني دمي چن ما كارنيلا دشري يتعبيري برنكرا كربدني زب دبه بهندي دو من باع بي والغي بوالغ بما ده تم قلن لزغو بيد بتم بوسا كبع كندو مناو نتلن تو سولي نمونبا اوتو امبو وحاچن نشالي كدا دما دو منو باع بي والغ بي بمبي رفوني زل دن ندني كمسلن سزالي دن نشاكال لبه ما بمونا كوالغ بما ده برنا كاركو ديبا رضو يونو
تدا الفنم نباي موضوع شلي ندن لي دعاء ما بملتقى كبيم فيلي كرنيا لا لا موضوع ما دبلا دن كل دوي شمس بني ككرم به كرندلي كلالا بيان يلمي انزان جندي باچابو دغبان دم بشام ندن تونر دون شام باچابو برنا شام دم بيرفوني نسو شام دن تو كماتا نمسلنما هل دي تنن كوما كانا سو شام بيان قوي كرچوتا نر برنا كرفورا رضو يونو موضوع شال دم في كتدا الفكرة أفغهندا أفشبا دنيا يلغل كم بنيلا فنما كغناكو للا أفنما بشبا كبزابا كارتي بنينا كمو سو كم نوسها انتزان أم الشالي نيال شال بنزان توما انزان وصلو كوي كتنان كمو طلبي تبا تدال فكم سني فضيلة الشيخ عبد الصمد الحسن انت زنجيما انزم توكو مي زنجيما قبلن دمنا ونطلنا كتنان چان تسهري تبما ونم أدوى كتيوشيما نعنم وكتاري الحمد لله والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد دمنا ديم تسوكو نعوزم تنبعو تبعون دمنا نتالنا ونشاطين يفيا بانا زوم نساشل كتجنا البركة جيو تبلغ دا دعا نيان بلشام ينشان لا تقام بندان تون زوم تبلغ مني تبانا تيبا على جي آدم سامغ لما ونبايا تبانا تيبا على جي يوسف أفاجرا ونبايا تدنا تيبا على جي أمر يعني ونبايا نتبانا تبالي وننجي على جي إيسا بيلو تصنن ونا ونطلن تيروا نا ونزم بنام بعض نا ونجكرن يلبا بوهيا نا ونجكرن يلبا بوهيا بنا نهي دماشي الزا نمسل نمزا سبان بابسو كبكان كياما نا ملن بكياما أفشا ما بنكي جنانك زاسا نا نصون تنك ببو نا نصون تنك ببو من بي شبا نبزان دبنا ونطا يلتي na wannan makatar ne yalgo kana ta katar ne debo ta fara dubana wanda tallana ni kana kalam fara dubana wani da tamal ka fara dubana wanda da ban da ta da ta bamba ta faya na won pa won pa da fana ma biyan yata shel ya ta ta ba ka tan tuntuma na ta ta ba ka tan tuntuma da musun sun ma na won kyan da tete ta so do na won kyan da tete amin to won tale na won kyan da tete amin ta nun kullu na won kyan da tete تتعدينو ما نعكل لتتي تبنا نتلنا كاسبات نمسسن إيماني كيامة الكازاتنا أزنان أنبغ لزوء أكو تكتغت كتبون أجومة لزوء ونينبغي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الله لتحسنة وكنا أعطاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لما صلى على محمد I am a man. هل ده دمي كل يوم يعصم بين شعكم ده يعنى تدافع عن دماسه أما قال تيرن دبنا أو نتمنى دوكا تبما تجي وما زمان أو نتلا يكوني تملي أفعل عن دا دكتور بما أنه نيبت تفيرا بمي بسابمي في سببوني بنت بموضوع شا نسابلي كبي ينو كم كساهي ربياني تيرتو أو دبتا نو زان اون نساب نيشلما نقول قلن لزان تتي دمبوما دنان كوساي تو اما برلا زوما تبدان تلبو تمي بورني تقول دي بيلا بيلا بزاساني دون دا ساينا بولي تشيني دندي غلغل نيون غولي دا ساينا بولي تشيني تولي
تدا الفن ما فونيسو تيم بولنا وننيا فضيلة الشيخ دكتور محمد مبارك الحسين محمد مبارك الحسين أن يلبن دعسو تملمو قوكيل أكرم أمبريا هل كرت سعي نوچان سعودية أنب صلى الله عليه وسلم انتتو أكرم نكوچان انتنو إسلاميك لو فيرست ديجري نالي كاكي إسلاميك فاينانس سكند ديجري مدينة ما كاتو أوكي دي إسلاميك يونيفرستي مينوسوتا أمريكا مبالما نما نكو نا أوكي دي currently onyala lecturer in Ambaria College dobana ono mokatare sahama na kanma awagang balanto ni poina magarbi torozo lahayan kanlame veyalanga banirba nahnyaba tamina de bahsan man lanle liyabgale sremi sele nawo yokon kamadil goza yunoma kamadir danfane torozo tokole yam bwalla ويان كنا انتو من تانو انتو من تبينانو شابيا نمبهما انتو من تبينانو من تانو وانونا بنيا فكرما بقول ينزان مبوغسة بنوهر يونيفرستي شام معنا الاربان شكو قول ينزان انتتي خلاصة وبحث ما ورسيج ما دي سامري كذا من تبينان قلن وما دون تبور مني يموانن بحث نيالي yin wato la kanyale dagban ya to anyale tabwar mana sok kam did da amfani kadan min tafi ya danya ga bayan min tanuma liyabgale dagban le zanzan tete oyinan lala nai mi onin tafi na anuma dai nai ona jene katade boase ka olabna tetele boase ma de bono olabna tetele daza dabiyan ya'min tanu to da min to nan ka dadan malbuha wa ala hal din nan ka sahama ko sa'atan male na wayi ko ne afan ma biyane be na won be son sahasan biyane ka to to tole baran la tamba dan shin buma dananya tayyam vu tashima kar kulnya la ban sha'de yan nan da kalan ya so jin la sahayi fa muna ban sha'bi an nasi tajan la ka ti sa ko he kalabti yese na ona takatare torozo ni eyule ni chairman yule na bondizino sane kabolta da alfama fadilati sheikh doktor muhammad mubarak hussein ona yese nzang mintepinano nzang obasma da khulasa da samare da brief nzang tsalo na ona mokatare a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجا وغرس بيننا مودة ورحمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم اللهم صل على طه خير الخلق وأهلاها خير الخلق هو البادي نور الكون هو الهادي صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها الحضور وقبل كل شيء رئيس الجلسة والحضور الكرام والمشايخ والآباء والحضور المباركين المحترمين أوتيت فرصة أتكلم حول موضوع مهم جدا موضوع لها شأن في حياتنا وهو موضوع الطلاق ولست بتكليف أن أتكلم بكلها أو بجوانبها كلها إنما أنا كلفت أن أقوم بتقديم المقدمة للذين يأتون من بعدي إذ أنني كلفت أن أعرف ما هو الطلاق وما مشروعياته من الكتاب والسنة وما هو الحكمة التي يعني
شرع الله الله تعالى الطلاق في حياتنا. وهذا الذي أنا كلفت بها وأقول إن حياة الزوجية حياة يعني وتيدة قوية آملها بعيدة، هي حياة مبنية على السكينة والرحمة والطمأنينة، وفي بيت الزوجية يتعايش كل من الزوجين مع شقه سهلا ورفقا وحنانا. ومع هذه الأمور كلها قد يأتي في بعض الأحايين يتعذر ما ذكرناه، فتكون العيش مع الزوجين في الغرفة مبنية على الجحيم ومبنية على الشقاء، مبنية قد تؤدى إلى الهلاك. وعلى هذا فهل الإسلام يتركنا أن نعيش مع هذه الأمور كلها، أو جعل الله لنا مخرجا إذا تعذرت حياة الزوجية؟ فنقول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ويرحمنا في كل أمورنا، وضع لنا مخارج إذا تعذرت الحياة، حتى في بعض العبادات مثل الصلاة والزكاة والصوم، إنسان إذا كان في صلاته فتعذر إكمال الصلاة يقطع صلاته ويجري. مثلا من الشخص الذي يصلي ويأتيه مجنون بسكين، هل يكمل الصلاة؟ لا ما يكمل الصلاة. نفس الشيء أنا في الطلاق، إنسان يتحمل بيت الزوجية يريدها أن تبني يعني على الأمور الطيبة، فتعذر الحياة خلاص الله أباح له بالطلاق. وعلى هذا فالطلاق حل شرعي لمن تعسر حياته وتعذر محبوب الحب بين الزوجين. هذا اللي هي المقدمة البسيطة. فإذا كان الأمور كذلك أو كذلك، فالله يقول وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وعلى هذا ومن أجل تعميم الفائدة للجميع، للقريب والنائي وللداني والبعيد وللذين يتابعون عبر الإنترنت، فنقول هناك تربية ربانية، الله من أسلوبه يرسل رسلا إلى قومه فيجعلهم يكلمون بلسان قومه، صح ولا لا؟ حتى تعم الفائدة. وعلى هذا أنا أستسمح من رئيس الجلسة ونقلب الموضوع إلى لغة المحل لتعم الفائدة. لا أريد تسوق دونا ونما تكتر أمبوري جيمو تشاملي من يتبع نائب مدير الدعوة أفا طاهر دونا ونقوله تتكنا البركة من يبلي نسور الولو السالي ودال فرقه عند الرجل قام بالجيمو نتبعه تجيمو أفكر نكرم بيتبا بانكنا تجيل جمالنا ودواني نتجاه تجيمو مع كريم يلا جمعي كرم ما يعصم بمرم با دكتور أول ويم تلك يلا نرتل تبعنا جمالنا ودوم بلا زول تبدأ ودي ركوب ناول ما تكتر نتها موضوع شلي بنت مني يلي مانونا إذا هني يا جموعنا من يجيا، ما بنو كم سجومونا أودياني أميما كميو، لازم كم زم صرما تماني يا رجع، كان دالفان مكانتي انتم بزوج مبوه جملة، زم مونا ما يتو أبو جلسي، دومينيا وولا بكابول دي أبطلا، كولا كنا أولي زم كاروبولو، كولا كنا محمد صلى الله عليه وسلم ويلي إنزم كاروبولو. سيبين يتعرو على كلمة الطلاق ما ضربة زل بلا كسو كم ذا هاميمي دل على لبة الدار دباتا للبة الدار دباتا مو دنيني بيدبانه دنيني طارو مو إني لام مو إني قاف كضربة بان نبي النبي تنن كلبة نمو نكر لاندوي دوكونكو نربني ينمي كافو بنشاو بيكا تومبلغ بنشاو بيكا كربن شابه كربلاز شكل بن زيما نللزو كان محمد صلى الله عليه وسلم اتيا
wanda baage makarce farnama nta abazala ka bu habalon nam barula kam yeli anam yele karimul ibnu karimul ibnu karim bi yala nabtina la ke no ko nam bashar zaha udran ba wa in idhabu fa antum tulqa wa chamya kace mamura na wanga france ya ma ku chamya zumiya barake karwote le tulak bin to kanna bin sha'an de gura ka largare bahe karcham katima ka laysa bayyati walita fi fune ni warajulun mitlaqun warajulun mutliqun ay akthar tatliqan bimaana abid boy do so mitlaqun wa mitliqun do so mun charpa ba pam pam o yul bela bacci imma mitlaqun aw mitliqun lalama zochame sayyidna hasan ibn ali بي حسين بن علي سيدنا بي سيدنا علي بي حكم زاينو وندا بي كوفا وران نندلا بابا ملينم بام بام كتشربا كسيدنا علي داتوم لي كير كوفا نما لا تزوجوه فانه مثلاك دلا ذي بي تكون نما امليا دومي وتشر بابا بام بام فكوفان ماذا زعسك يل فإننا نزوجه ثم نزوجه ثم نزوجه ناو جعت بني يبمبا وبني لا يكمل أنت هلك يا شمبا وبني رابا كم من ألف أنا فبهزا كشويشلي بيجالا وندا يعني برلان نمو أملي برلان تو بيكون عن وجه الله بابا بام بام المهم ليس لي يا شمبا بني يمي دسون من شر بابا بام بام ولون رجل مثليكم أو رجل مثلاكم للما أزو تشامي كتيان زيون يوادون سهبان كنما من تبسينا ندبي يعلالا أما لربان شمان منفولي لربان مداما نبيرات بوهي بولينية طلاق بيرمي نإذالة كيد النكاح والتخلية نفس الشيء بمعنى بنزم بنشنا زنبا بنزم بنشنا زنجنجا أملي ذا الزلمة ka kanan tuvuli kace ka amle ma sai ka bin shabila hakbale ni bin kawbon da tolaki larban ci zille su amma tumini bi da mu fune ci to mun tuwa sunun fune kada na fani mi yara ne imam hanafiya yelongo ka malikiya yelongo ka shafi'iya yelongo ka hanabila ka yele dole la mazahib no adli yipolo karmani ne sim kan yarba dol pam la la ma zo cham ka tiye yele ni imam abu hanifa oba ni muno ni rabu ce tolaki the definition bu cheli da kahabu kayale ne tilbu dinma ne din ne din sane ne hal raf'u al hal alladhi bihi sarat al mar'a mahallan lin nikah aw mahallan lin nikah bimaana raf'u al hal alladhi bihi sarat al mar'a محلا او محلا للنكاح او محلا للنكاح اما محلا او محلا دني نساني حلفين بني يا شمبره ندني بكنت توي بنشعو دنجك با كولي حلل سي امل يفوني بدنجك با كرنيلا وسو كبنن دا امليا انتمدا دباي مازن bin sharin cika fa ko ler halasi amliya fune be bin sharin cika fa ko cika ne bin sharin nan amliyata muzuwa ne din ka bo da mungo atola if wala la bin ma la la ba'ma wala ba bin la la ta'rifu ayu ladin ma la alaka ne bin yahrafa tirugu waye ne din ka din yara din cika fa ne halasi amliya fune dun wara wurtum ne bin sha kam zaha din tabba haramu ne na lol amliya sawa'un din yala dul ibang dul ne shele bam yalla mo toy sim panyele ka bam yalla zalam ko no ka pala ay baraka chamte do zo motila dul o za si ba amre ibara ka zo mo bin so mbaye ni mo shel kai sim suwa ko ka ko toy ti de biene be gadna kan yim baga do ki إنزونا يدوم الليغا بأكلوا أمليا حنفية من تعرفهم بكراية أمانا بيكا بابون قبقو إنزونا زي نويا نيلا نمبا للا تعرفهم دوهرا مبا أنتون بنمو أمليا ويحلس أمليا وانفوني
ni pagba nan tu no nya bin sha'ar bin yan lor amliya maltamda ibaham hanafiya ta'rif ma fuli dar fa lam jiya mu wa in kan amil kathira ila doktor tamim ban nya fakehnima hanafiya nima ibaham biya to abante pagu fulu betala pagu ya pam zan pa do yi fulu hal bayto akmu zami doktor ni pa unto ya waliya bi nafsiha wa li ghayriha ne pas nous dans un moment tido be ko dans un moment dans ce tido ne pas mal la yiko de son ko tarif ma pouné kam te pa zashi la pouma wa in kan pa ma zashi ma de pouma de malam fa ni shar'an kam te ta hada le shar tribe ne to wala de pouné katiba ya alfa de mit ni la imam malik yansi ka imam malik mi ya le umnu nirba ni sifatul hakimatu tarfa حلية متعة الزوج بزوجته بمعنى صفان يلي كان لسفان ديتن كربي بيهاكو فوني بيانتمنا انتفوي هلاس الشالي دون ريان زنقو بعد دين يعسم كرني هلاس دو شاملا للاسفان ويتكنا دوما يلهم ربعما حرامون بان يلي نزول نطلاكي تكنا دوما بعما لهب حلالسي انزان تموني انزان تدوما لذلك إمام مالك أمره يانا كبيرة كإمام الحنابلة إمام أحمد أمره يانا بيّر مني نحل قيد النكاح أو بعضه حل قيد النكاح أو بعضه بمعنى بنشما إتعشنا دنب بأملية تلي إنجيما إتعشنا دنب بأملية تلي إنجيما دنيني إكنا انتنو ولا انتم فولي كتك عبد الحكم هكذا تشام توني امام الشافعي مميتني هل العقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه دنيا زلشل دنكنا انتقبي باما كي كانت فولي لبنو كتشبا اما بلفظ الطلاق كاكات يلو انشا انت طالق طلبتك انشا او نحوه بيدن كماني انشا ما كما ايالي الهكي باهلك أو حبلك على قاربك أنا أكرهك في جنبي وعلى جنبي لا لن ينيرا لما ينما من كتا ما دنم موازاها لدنكا بانديين لدنجد سني الطلاق ملف كولك ناومي يلي إنسان قربولو للا آيان ما أدقسي يبام تكفوه إزاد باهي تنبيان ترمانا باقا شبون دولنيا غنا منتوان بلا muni entre benne kay of ko sen na do fule ala docteur da tata jaba za mi yuri hasan tinuma lawiya ta alquran fule ni ya ayyuhan nabiy idha tallaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda wa ya ayyuhan annabi ditne ke yen chepa ba yen chele ba كم يلا بعشرة بين جند إدّا بمين جند إدّا ما ينكلمي الدرس ما أنتوا بزعم بلا تيا الكل فول بام تيا يلا نكمل يا كنما مني أما أيوة أبو مني كبار نلا أيوة مني يا إنساني وهم كمان بعشرة دبياتي فولي ناوي يلا ديو بيلا دلنا بهاي ناوي تندلا جناها عليكم إن طلبتم النساء بتالي يلا دينك يجي معها لا أعرف رزبي يرمي دندين كربكاتا كان ناچا باكا چو بابين يرمي مبلا ناو باكو جامبا رزبو نوانا ونو تكتاري كان محمد صلى الله عليه وسلم ويتو أفونمي دنين يري أنا رسي سلم ويالهاديس نمبام دبفون زايا كتكوية يري عبد الله بن عمر سيدنا مرديا وراجي قلتو مبلا وانتو كبفون وعوكو بعدين كفاعل ديالا وحيلات فوني يميا كسينا مورو كوم نو يير وديما نو نفس وبابا لي مي بام ديسوس ولدا شادن ديالي ساش كان يي حديث واتير ماني داشن تو دي بام ديسوس مي تيل ما ميو راجو برو ديما بين ديما كورا تو بين يورو من داتا كوم نو يورو زول تو ني باكام اي ديني كا كوم ني بوسو مو ني تيرا دون تو ساسا بيتا ني مورا با نيما اون كرو لالا سنا مرمي دربنا كتان سيلا نابي وي عبد الله تشلو با اوجيرا او اوجير او هاي لا فوني
كان يروشم تيال عبد الله نويا يا مول لبسم بامانا كاتيشو بيتنو كوديو كاشفوري دزو من شروط النكاح بتونا تشبا ما كوديلا مبوفوري كاشي دزو كا تشامر بتور مسادا دي كيسا جاداري لاقوار ولاو كيسا ازو نبي عليه من شروط الطلاق ان يكون تكون في طهره فما تهل من جهه الرجل كانت تقولك متربع هو متربع تقول لي كذا سواء من متى انا قابل الكشمة دوا من المال ولا شيء فما يعرف كم يرى المهم انا وش بلا ان باقي نتولاكي دنيا ربو بن شادي حلالسي بيدن كتالي ازيل فوني اقاي موسى انتوتشو دم بابو هل هم قلب زير لي كما امرا باي بيدرو كتهب ما تكون جاي نقول تنا تجيني جدبا هم قلب انا يا شباب بلا كلا هيك مشاد ديالي هيك مشاد ديالي دو هو كما انت جالت بابا بينا توفي هيك مجد لي بيرو فوني تلبو اكلاتي يولي باتشابو ndam don toya en chome ka guwa da rasiki be ka cho ka guwa a musulunci a da dini be ka cho karnyala ayan gula nya fele be ka cho karnyala ayan gula dan don ya gido ka to di be ka ba dan chure be ka cho karnyala ayan gula aman man da rasiki da sharafu na ambe kace fa ma da sasa patalin yalla kira fa ma duk sun kan manna wuri ko yen tolake bitunan ka bi haguya kar kuntim tun to ke ta fa ba أما كل بحني يمر الشرع بنشر بعض يرير سنتو ينشو بعكر بربعنا كشر نو كل مينا دنيا نقول يبر نو نفسنا نما نكافن من يلا نناو يلا نقرأ فوني فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ناو يلا ناكو نبر بري إن كرابنا نكرول نفسه إذا ناكو كلوا نابو تولى نفسونا فاشي وچم تقول دوسو كلا دو ما زو ودوني كرنيلا لا كل ما نكاح شرعي صحيح لا ما زو اجراءات طويلة سو علم يلي بوسا كانجي كطوات يدو هل كم تكات دو ان كهلي في انو امريا نزو كو تملو هاتنا يجو يتو علم يلي لا ما زو ناو كمير كما خوانا نيمو ميتيني بنتوما شورت كات بنتوين نمونا شعب يسو كونو نكاح محلل نكاح محلل نكاح محلل ما بين يمي أمي لكما شو كل دو كان يما أمي ليش أدير كادين مولي دنيا من نكاح محلل دنيا دين سني للا أمي يما دين كان شم باء هو كل شيء كسو نمو أمي ليا بوي كان ناين بقى نتو بوم مطلع شيء مبولارة مطلع نو شم تنو باء ما أمي ليا إذا هو كل يما جان كشو كمبان هلاسين نمو أمي ليا نكاح محلل البلاء لا لا ما نعم نجي لا لا ما هم بدنو درجة تماما كنا ما نقول ولا كون مر ولا أي نبغى نعم بفهم ولا فحرم الله نكاح المحلل كانوا كون كون ونكاح الشجار أما شيء تبغى كون نكاح الشجار دين يجدو كودين كعلم كتب أقول فهم بلا إنسان تود كي بيجال لا نلا لا دوما بس أنا شكرا 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 أنا هذه الفوائد القيمة ولو تركنا لك كل اليوم في الحقيقه افسد اكثر ونذكر الاخوه جزاكم الله تعالى خيرا على هذه الفوائد الجمه الكبيره التي اسمعتنا اياها الحمد لله رب العالمين سامعنا لتوسع شامبونا تبعتنا فما كان لغلق قهوتي فلاكي لمسلم الزوردين يشم مسلم السدي مذاهب الفقهيه ضمن تعريف الشم لمشروعية بتعال من المسلم سكوني دي كما المقاطع ولو آينا آيشا جوهتين ربنا وياني تيتين تيطابا تجلبا كببيلا بتهرقوني وكهبهما زنفق تيتين كسهب يلفشل تقلن بهما وتوزن لي من قهر تبيلا فلاكي حكمة ني أنقل لأنفع شما dambiyar kone ta ba da zama ban a wani sallara a wani gula ba su zamce kamar ta kunyar shan lalata da alfakar ma ban sa ko shan ma sa tindi lina wuyi kone illa an le mutiyar dinya lan ba
karlili tafi na natatallayi kokoni mun kan bo ka kar be poni ka oni to nya nuskha ndi afal ma abugal kuma afala ba do to na ode so ko be sha koi ka tanan gole da ka so mun bahayi kala do wai nai onande mun ko he ta baya katam bi sham fe shi ma de tiyama wannan ya kaba fadilatul sheikh Tahir Abdalla wannan shi amma ta da fakkar ta ne kuma da be ji wani ta da zalma ta kan bita ba soyayya ta da alfa ta ba a fayre a fayre da Harun be ji wani ta da alfa ta ba fa'd samad be ji wani ta da alfa ta ba fa Tamim Abdalla be ji wani ta da alfa ta ba Sheikh Abdulrazak Ibrahim be ji wani ko ne تدالفاء دكتور عبد الصمد محمد إسحاق دكتور عبد الصمد وبيشيواني تدالفاء الشيخ الهادي أبو بكر وبيشيواني تدالفاء الشيخ محمد أول حضر وبيشيواني الشيخ عبد المجيد شعيب وبياني الشيخ أبو سفيان وبيشيواني بن بيت تنظيماني الشيخ مرتضى حسين أفوتلا وبيشيواني جماعة نقدر يعني wannan so ta asala kata da ta fa mutar ya ta koyar ma to sai ya bato wanda wajiya ban ba ya eh to ai muta so mun ba ne ya mu ya ta koyar ma kada da ta fa mutar ya ta amba an mai yan da wannan ta ka tare ta ba ta da jama'a ba ta tamim ko da shi wani Sheikh daga Alfa Sheikh Muhammad Nasir Al-Din Abubakar ko da shi wani Sheikh Abdul Waris ko da shi wani daga Alfa Sheikh Tufail وبيجيواني الشيخ عثمان دانا وبيجيواني تدالفا الشيخ إسماعيل وبيجيواني إسلامي ريكيشن مانيجا تبا الشيخ عيسى وبيجيواني الشيخ مسعود وبيجيواني تدي نابليون سالك مو نو بوان شبيو يبا تي لهم تنقنا وتقوالي لوزو ساما جن tabi bonni jama sahabu kulayan bai talo to goma na wannan takatai bi hablillah ta'ala al bahith al thani li hu fadilat al shaykh doktor salih nasari bahithuna sa yulhiquna wa sayatahaddath mukhtasaran an ahkam al mutarattiba ala talaqa باحثنا شيخنا دكتور صالح نسعري من مواليد تمالي درس في مدرسة الفاروقية إلى الابتدائية ثم التحق بالعنبرية ودرس هناك بالمتوسطة والثانوية ثم التحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وهناك أخذ بكالوريوس الدراسة الجامعية ثم التحق بقسم أصول الفقه في الجامعة الإسلامية وتخرج من بالماجستير هناك والتحق بنفس القسم بالمرحلة الدكتوراه وقد أنهى مرحلة الدكتوراه قبل سنوات ورجع إلى البلاد داعيا ومعلما وهو الآن محاضر بكلية الأنبرية Allah ta dal fasoya kana ko fula san bala munya ta bondo ta dal fa afaswala nasari wa ya kan du'a so ta malmo ko jilo karam ta makaranta ta talma na farukiya ne ko karam ta na ibtidaiya primary kada ma mariya ta karam mutawassita ne thanawi ne ma na ma kan da bana ono yiko ko ta madina jami'a islamiyya nabiya ta karam university islamic law kakin ta kam magister ne doktora magister ne doktora na dansa ono la uslu usul fikhe bi maana muslim sikya jimbala islamic jurisprudence ko na ono na yin mo ta bai o banama do dal fana ma no ma bil gona tun da tun sha ganya da'awa ono la ngongo re ambaria college of education kalam bi sahama na no da'awa tana wata da alfana zan da yarma da to wani zan mai sabina no to le ta no ma wani zan zan da ta alfana la banci mai tafila kana mai da wata riya wala tace da balle dan yanga tace hobo doktor Mubarak na kana mi ne kwa sabiya ne
Dr. Saleh, nearby, at the top of the Shima, the one I'm not at that time.